الحلقة دي حلقة مش عادية، لأن الحاجة اللي كنا عاوزين نستكشفها كان صعب جدا الوصول ليها. يا ترى هنقدر ننجح في المهمة؟ تعالوا نشوف. الفترة اللي فاتت العالم كله كان بيتكلم عن التقنية العلماء استخدموها في إنتاج لقاح فيروس كورونا، الـ mRNA أو الميسنجر RNA. عشان كده قررت أخدكم في رحلة جوه الخلية عشان نعرف اللقاح ده بيشتغل إزاي. بس يعني إيه أصلاً الخلية؟ زي ما البيت متكون من قطع صغيرة من المكعبات، إحنا كمان جسمنا متكون من حاجات صغيرة جداً اسمها الخلايا السيلز، منقدرش نشوفها غير بالميكروسكوب. دلوقتي هروح أشرب المشروب السحري عشان يصغرني وأدخل جوه الخلية. دي الخلية بتاعت واللي متكونة من أجزاء تانية أصغر. لو عايزين تعرفوا أكتر عنها شوفوها في الفيديو تحت. ويلا بينا ندخل جوه نواة الخلية علشان نعرف إيه اللي بيحصل جواها. جوه النواة موجود الجينات بتاعتنا واللي مش بتخرج ابدا من النواة، انها بتعمل نسخة من نفسها وتبعتها مع بتاع الدليفري. بتاع الدليفري ده بقى اسمه الـ mRNA. وأول ما بيطلع من النواة بيدور على مترجم عشان يترجم له الرسالة دي، والمترجم ده هو الريبوزوم اللي بياخد الـ mRNA يترجمه ويحوله البروتين، وكده تكون انتهت مهمة الـ mRNA فبيتدمر وينتهي. دي بقى قصة الدليفري بتاع الـ RNA. طب ايه علاقته بلقاح كورونا؟ تعالوا نشوف. ده COVID-19 كورونا فيروس، واللي السطح بتاعه من بره عليه قطع من البروتين الشوكي سبايكس. لما نكون قريبين من حد عنده فيروس بينقل لينا العدوى. الفيروس اول ما بيدخل يروح عند الخلية ويدور على القفل بتاعه عشان يشبك البروتين بتاعه فيه ويدخل جوه الخلية ويدمرها. نعمل ايه؟ هنعرف الخلية على شكل البروتين اللي في سطح الفيروس عشان تقدر تنتج اجسام مضادة تحاربه وتمنعه من الدخول. بس هنعمل ده ازاي؟
فاكرين بتاع الدليفري الـ mRNA؟ تعالوا نشوف هنعمل بيه ايه. احنا هناخد الـ mRNA بس بتاع الفيروس، وهنخطيه بمواد دهنية ونحقنه جوه النواة. وزي ما عرفنا قبل كده ان الـ mRNA بتاع الدليفري ده اول ما بيدخل النواة بيدور على الريبوزوم عشان يترجمه ويحوله البروتين. بس البروتين اللي هيتكون المرة دي هو مين؟ مظبوط، البروتين الشوكي بتاع الفيروس. وطبعا الاجسام المضادة بتاعت الخلية اول ما تقابل البروتين الغريب ده هتجري عليه وتدمره. وبكده قدرنا نعرف الخلية على شكل بروتين الفيروس من غير ما ندخلها فيروس حقيقي. فبعد كده لما يحصل عدوى ويجي فيروس يدخل الخلية مش هيقدر يدخل الخلية، لان القفل بتاعها خلاص عرف البروتين بتاعه فهيبقى محمي منه. ايه ده؟ المفعول السحري قرب يخلص، لازم اطلع من هنا. اللقاح اللي اتعرفنا عليه النهاردة ده مش اللقاح الوحيد لفيروس كورونا، في اكتر من لقاح تاني ومستخدم فيهم تقنيات مختلفة وكلهم اثبتوا فعاليته. وكل بلد هتختار اللقاح المناسب ليها على حسب سهولة توفيره وتكلفة تصنيعه. عشان كده أول ما يكون اللقاح متوفر في بلدك لازم تروح وتاخده بسرعة عشان تحمي نفسك من فيروس كورونا. مستنيينكم تبعتونا على فيسبوك فيديوهاتكم ورسوماتكم عن موضوع الحلقة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتبعتوه لكل أصحابكم. باي باي.